بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنه طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم، ويا رب ربنا يجعله عليكم شهر جميل وجدا وشهر مفرح على الناس كلها. طبعا شهر رمضان الشهر الوحيد اللي في طول السنه، يعني احنا ممكن نقعد طول السنه ما نفكرش لا في كنافه ولا في قطايف. ممكن من نادر لما حد يجي على نفسه ويجيب كنافه يجيب قطايف. النهارده احنا خلصنا الحلقه ديت للكنافه والقطايف بس. طبعا احنا كمصريين بنعيش على حاجه اسمها كنافه وقطايف، فالنهارده احنا هنقدم لكم كنافه وقطايف، ويا رب تبقى بطريقه جديده تعجبكم وتفيدكم في نفس الوقت. طبعا معانا هنا القطايف. قطايف النهارده معانا ان شاء الله هنعملوها بالمكسرات، او بمعنى اصح الكنافه القطايف، عفوا قطايف الكونو. نجيب القطايف، نبدا ان احنا نلفوها على شكل كونو بالطريقه ديت كده. بنلفوها ليه يا شيف؟ طبعا هتشوفوا بعد ما تتلف وتتقلى البرزنتيشن بتاعها او الديكور بتاعها يبقى عامل ازاي. دايما احنا بندور على حاجه جديده اللي في نفس الوقت يبقى طعمها حلو وتعجب اطفالنا، ونعمل حاجه بطريقه جديده. كلنا عارفين طبعا القطايف اللي حشو بتاعها الطبيعي السيمبل. تجيب القطايف بتاخد مكسرات بالشكل دوت كده، رجع اللوز، سكر، زبيب، جوز هند، بتتقفل بالشكل دوت. ده طبعا التقليدي اللي كلنا عارفينه في كل بيت مصري بتتعمل طول شهر رمضان. فكرنا النهارده ان احنا ممكن نعملها لكم بطريقه تانيه حلوه وحادق. يبقى احنا قلنا الحشو بتاع القطايف اي حاجه موجوده عندك في البيت، عندك زبيب، سكر، جوز هند ينفع، عندك مكسرات ينفع، اللي موجود عند حضرتك تحشي بيه. ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها لحمه مفرومه وجبنه تركي، تمشي معاكي اي حاجه. احنا قلنا النهارده نعملوها بالمنظر دوت حاجه جديده وفي نفس الوقت يا رب تعجبكم. احنا جبنا القطايف، اهم حاجه تبقى القطايف معانا طازه عشان لما نيجي نلفوها تمسك معانا وما تفتحش بالشكل دوت كده. طبعا في الاثناء ديت واحنا بنلف القطايف يبقى الزيت معانا على النار جاهز، بحيث تطلع من الزيت تنزل دايما على طول في العسل التقيل. دي القطايف واحنا بنلفوها، اهم حاجه تبقى القطايف طازه عشان خاطر تلزق معانا لما نيجي نقلوها في الزيت قدر الامكان ما تفتحش. وحتى لو فتحت مفيش اي مشكله، نحشوها برده وناكلوها بالف هنا وشفا. دي القطايف نبدا ان احنا نقول بسم الله وننزلوها طبعا في زيت سخن. ناكد برده على القطايف لو مفتوحه ولا حاجه نقفلوها بحيث ان هي قدر الامكان ما تفتحش معانا. جوه عندنا فيه شويه رطوبه فغصب عننا القطايف بتفتح، انما هي في الطبيعي ما تفتحش. وحتى لو فتحت معانا برده هتنفع وهتتحشى وهتتاكل بالف الف انا وشيف. ده بالنسبه للقطايف. كده احنا قلنا طريقه القطايف. نقول العسل التقيل، دايما الكنافه والقطايف بتحب العسل التقيل. العسل التقيل مكوناته الضعف، الضعف ميه، النص سكر والضعف ميه، يعني كوبايتين السكر ياخدوا معانا كوبايه ميه، نص كيلو السكر ياخد معانا ربع كيلو ميه. عندك كوبايه اشتغل مفيش اي مشكله، ما عندكيش كوبايه اشتغل الميزان برده مفيش اي مشكله. يبقى العسل التقيل مقداره كوبايتين سكر ياخدوا كوبايه ميه، حطه على النار لحد ما يغلوا. بمجرد ما يغلي ياخد معانا يا اما نص ليمونه او لو عندنا ملح ليمون نديله نص معلقه. نقلب كده القطايف، تنزل في الزيت طبعا. ايه يفضل ان هو اللي يبقى سخن قوي ولا يبقى دافي قوي، ونسيبه لحد ما يتقلى. كده احنا القطايف معانا على النار. نبدا في الكنافه. طبعا الكنافه ممكن تتعمل معانا بمليون طريقه. احنا اخترنا النهارده ثلاث انواع كنافه يا رب يعجبوكم. انما قبل ما هنقوله انواع الكنافه، اهم حاجه طريقه تشغيل الكنافه في البدايه. نجيب الكنافه ايا كان نص كيلو كيلو زي ما حضراتكم عايزين. كيلو الكنافه يفضل لو ياخد ربع كيلو سكر بودره. يبقى زي ما قلنا جبنا كيلو كنافه ادينا له
ربع كيلو سكر بودره شكل دوت كده. نبدا ان احنا ندخل الكنافه في السكر مع بعض بالطريقه دي مجرد يتقلب. طبعا الكنافه ليها كذا طريقه، ممكن لو انت جبتيها طازه على طول تقطعيها، وبعد ما تتقطع برضه ناخد السكر البودره بتاعها نبدا ان احنا نحطها في الصواني. طيب مش عايزه تشتغليها طريه، عايزه تشتغليها ناشفه، مفيش اي مشكله لما نجيب الكنافه نجيب كميه ونحطوها عندنا في الفريزر، تطلع من الفريزر نقطعوها تبقى سهله في التقطيع. هنا القطايف على النار، يبقى جبنا كيلو كنافه ادينا له ربع كيلو سكر بودره. ليه قلنا ربع كيلو سكر بودره؟ لان احنا لو زودنا سكر فيها اكتر من كده مع العسل مع الاضافات هيبقى طعمها معانا مسكر جامد، ممكن يعني تضايق ناس كتير السكريات اليمه. يبقى احنا قلنا مقادير الكنافه، نبدا نجيب صينيه كنافه، اي صينيه عندنا مربعه مدوره اللي عند حضرتك، وندوها سمنه وفرشه بايدك بمعلقه اللي حضرتك عايزها. يبقى احنا كده جبنا الصينيه دهناها سمنه، ننزل فيها مقدار الكنافه. زي ما قلنا الكنافه ليها اكتر من طريقه، فاحنا بندور على الطريقه السهله اللي احنا نقدر نوصل بيها المعلومه واللي انت تقدري تعمليها بكل سهوله وبكل شكل حلو وفي اسرع وقت. برضو ان احنا طبعا عارفين نهار رمضان بيبقى قصير، فعشان تلحقي تعملي اكل وتعملي حلو انت عايزه يومين. فاحنا بنقوله طبعا لكل ست بيت شاطره، دي الكنافه معانا هي باسهل طريقه ويا رب تعملي احسن مننا. بعد ما حطينا الكنافه في الصينيه نبدا ان احنا من فوق ندوها سمنه بالشكل دوت. طب السمنه جامده شويه يا شيف، مفيش مشكله، ما لما تخش النار سمنه على السيح وهتيجي في كل انحاء الكنافه استوى معانا تطلع معانا زي الفل. ده بالنسبه للكنافه، دي كده كنافه الساده. طبعا سيبوها كده، لا طبعا مش هنسيبوها كده، مش هنسيبوها كده، هنبدا ان احنا نشتغل فيها. بس انا بوريكم الاساس بتاع الكنافه معانا النهارده، حاجه يا رب تبقى جديده برضه في الكنافه هنعملوها، يا رب تبقى جديده عليكم بمناسبه البلح والتمر والعجوه، في ناس كتير قوي بتحبه وناس كتير طلبت ان هي تاكل الكنافه بالتمر او بالعجوه زي احنا طبعا كمصريين بنقوله كنافه بالعجوه. يبقى احنا جبنا كيلو الكنافه قسمناه حطينا نص صينيه، ده اللي هيبقى ساده. هنشوف دلوقتي الفينش بتاعه هيبقى ايه. احنا هنا في الكنافه اللي بالتمر او الكنافه اللي بالعجوه ناخد نص المقدار نحطه في صينيه، فجدناه في الصينيه بالشكل دوت كده. فردت كده في الصينيه، بقت في كل انحاء الصينيه. ده بالنسبه للكنافه. طيب نيجي للتمر او نيجي للعجوه. جبنا عجوه او جبنا بلح او جبنا العجوه اللي بتتباع عادي في اي مكان، او جبنا العجوه اللي بتشتغل في المنين وفي كحك بتاع العيد، جبناها ضفنا لها زبده وشويه مكسرات. نبدا ان احنا ندخل كل المكونات في بعضيها بالشكل دوت كده. طيب عايزين نفردوها، ليها طريقتين عشان برضو لكل ست بيت مش عايزين نصعب حاجه عليها. ممكن تجيبيها كده وتفرديها بالطريقه ديت كده في الصينيه زي ما انت كده تفرديها في الصينيه على ايديكي. طبعا هي كده كده طريه فمش تاخد معاكي اي مجهود ولا اي وقت، وتفضلي ماشيه على نفس المستوى ده كده لحد ما تجيبي كل ايه الصينيه. تمام. او ممكن نعملها بطريقه اسهل، جبنا العجوه زي ما هي عملناها على شكل كوره حطيناها قدام مننا على الرخامه، جيبوا النشابه او البليه زي ما انتوا بتسموها، نبدا ان احنا نفرده العجوه. طب يا شيف العجوه لزقت، فكوا ان احنا حطينا ورق زبده، قولوا مفيش مشكله، ضهري في الكينه نبدا نسلكوها من على الرخام، نقلب دايما على الوش التاني عشان الوش التاني لزق. نبدا برضو ان احنا نسلكوها بالمنظر دوت كده. عندك ورق زبده مفيش اي مشكله يبقى اسهل لك، بس احنا بنحاول نعمل الحاجه بكل بساطه عشان نسهلوها على كل ست بيت. فردت معانا بقت قد الصينيه،
وما حطينا فقدنا. الفكره في الطريقه ديت ان هي بتبقى اسهل، اسهل ما تحطيها وتفرديها حته حته، اللي احنا فقدناها عملناها كوجع ضخامه وحطيناها في الصينيه بقت بالشكل دوت كده. تمام. طيب في حاجه احنا نفيناها، نرجع تاني قبل ما نحط العجوه، فن السمنه بسيطه، فن السمنه بسيطه. ليه بسيطه؟ لان احنا كده كده الصينيه من تحت فيها سمنه، مش عايزين يبقى نسبه الادام ياما عشان خاطرك ما تبقاش مضره، يبقى الحاجه طعمها حلو في نفس الوقت ومفيده وما تضرناش جسمانيا. ان طبعا ان رمضان اكل فيه بيبقى كتير ما شاء الله، حلويات ياما، العزومات ياما، نطلع من شهر رمضان محافظين برضه على صحتنا على قد وربنا يقدرنا. نبدا نجيب طبقه الكنافه الثانيه اللي احنا كنا سايبينها من تحت، نفردوها على العجوه من فوق بالشكل دوت كده. حطينا كل الكنافه، بعد ما نفردوها بالشكل دوت كده، كده احنا غطينا العجوه او غطينا التمر اللي جبناه ودعكناه بحته زبده وشويه مكسرات، فردناه على قد الصينيه وسبناها بالمنظر دوت كده. انا بفضل لو الكنافه تبقى بنسبه قليله عشان انا عايز اكل عجوه، عايز اكل تمر، كده كده انا باكل كنافه، فانا عايز اخد كل الفوائد اللي في العجوه مع السكر بتاع الكنافه مع كل المكونات اللي عندنا، ناكلها وتفيدنا ونستمتع بطعم حلو. بعد ما فردنا الطبقه اللي فوق نبدا ان احنا برده ندوها سمنه، سمنه سايحه مفيش مشكله، سمنه طريه شويه عادي. كده كده لما بتخش النار كل دوت بيتفرد معانا، كل دوت بيسيح وبتبدا ان هي تتقلى. ادينا السمنه بتاعتها، الشكل دوت كده. نبدا ان احنا بقى هنا نظبط لها النار على درجه حراره 180، هتقعد معانا في الفرن من تلت النص ساعه حسب البوتاجاز او الفرن اللي عندك في البيت. بص على القطايف، برضه قدام منها حاجات بسيطه. نعيد تاني، يبقى احنا جبنا كيلو كنافة، ادينا له ربع كيلو سكر بودرة، نزلناه في أي حاجة بعد ما قطعناها حطينا عليها السكر، قلبناها في بعض عشان السكر يخش في المكونات، وزبط السكر إيه يا شيف؟ وزبط السكر هو اللي بينشف، هو اللي بيسوي. أي حاجة فيها سعرات حرارية وأي حاجة فيها سكر هي اللي بتعتمد على التسوية. ده بالنسبة للكنافة. عبال ما القطايف تستوي والكنافة تطلع من النار، نطلع فاصل ما تروحوش في اي حته واستنونا. ورجعنا لكم من الفاصل. قبل الفاصل جبنا القطايف لفيناها قليناها في الزيت، قلنا اول ما تطلع من الزيت تنزل في العسل التقيل. برضه نفكركم تاني بالعسل التقيل، قلنا كوبايتين السكر بياخدوا معانا كوبايه ميه، يغلوا على النار نص ليمونه او سنه ملح ليمون. هنا احنا طلعنا القطايف من الزيت، جميل. عايزين نعملها نوعين، نوع حلو ونوع حادق. الحلو هننزلوه في العسل، نزلت طبعا في العسل، هنسيبها في العسل دقيقتين تشرب بس عسل شويه. ده بالنسبه للقطايف الحلو. طب القطايف الحادقه، لا مش هتنزل في عسل، تطلع معانا بالشكل دوت. ده بالنسبه للقطايف الحادقه، نجيب طبق نطلع فيه القطايف والعسل، نفكركم تاني بالعسل التقيل للكنافه وللقطايف، كوبايتين السكر على كوبايه ميه، يغلوا على النار نص ليمونه او ملح ليمون. ده بالنسبه للقطايف الحلو. كنا محضرين عندنا كيس حلواني، في كريم جانتيه، في قشطه، في كريم باستري، اللي عندكم تعمليه من غير اي مشكله. اهم حاجه حاجه تطلع منك بكل سهوله وبكل طعم كويس وتفيد اولادك. نبدا نحشى
نحشي القطايف كريمه الشكل دوت كده. طبعا احنا قبل الهوا كنا محضرين الشكل النهائي للقطايف الكونو او القطايف الحلو. نبدا ان احنا ننزلوها في المكسرات ايا كان المكسرات اللي عند حضرتك، عندك سوداني ينفع، عندك لوز، عندك بندق، ايا كان المكسرات، تاخد سن الكريمه بالشكل دوت وتنزل في المكسرات بالشكل ده. تجديد وتغيير وفي نفس الوقت حاجه باقل تكلفه تطلعي احلى اكله. وده بالنسبه للقطايف العاديه. قلنا حشو القطايف العاديه، زبيب سوداني، مكسرات، جوز هند، اللي عند حضرتك كده. احنا عملنا القطايف الحلوه. طيب الحادقه، جبنا القطايف بعد ما اتقلت طلعت من الزيت، ما نزلتش تاني في عسل بقى، دي هتبقى حلو مش تبقى حادقه. ممكن نشكلوها ازاي؟ انا شغال جبنه بيضه وجبنه تركي او جبنه رومي. حضرتك بقى عايزه تشتغلي بجبنه طريه، جبنه لبنه، ايا كان نوع الجبنه اللي هتشتغلي بيه، اي حاجه تشتغلي بيها، المهم ان هي تبقى الشكل دوت كده تجديد. طبعا كلنا خدنا القطايف ان هي تبقى حادقه، ان هي تبقى حلوه عفوا. فاحنا قلنا نجرب نعمله حاجه كويسه وحاجه جديده في نفس الوقت وحاجه تعجبكم. دوت كان الشكل النهائي للقطايف. عيد تاني، العسل التقيل كوبايتين سكر، نص كوبايه ميه، يغلوا على النار، ننزل عليهم بسنه ملح ليمون او نص ليمونه. بقى احنا كده عملنا القطايف الحادقه. القطايف الحلوه نزلت العسل التقيل، طلعت سيبناها شويه لحد ما تصفي العسل وحشيناها. حشو بتاعنا يا اما كريم جانتيه، كريمه لباني، اي حاجه عندك حابه تحشي بيها تحشيها وتنزل في مكسرات. طب ما عنديش مكسرات، ممكن جوز هند، اي حاجه، المهم ان انت تعملي حاجه كويسه وفي نفس الوقت مفيده. ده بالنسبه للقطايف. نرجع للكنافه. احنا قلنا الكنافه جبنا كيلو كنافه، ادينا له ربع كيلو سكر بودره. ليه ربع كيلو يا شريف؟ ما احنا بنسمع ان هي ممكن يبقى اكتر من ربع كيلو. اقول لحضرتك كل المكونات ديت فيها عسل وسكريات كتير، فاحنا عايزين نطلع من الشهر الكريم دوت على قد ما نقدر مش تعبانين من كتر الحلو ومن كتر الحادق ومن كتر الاكل ومن كتر العزومات. فاحنا بنحاول ان احنا نخف السكريات شويه من الاكل وفي نفس الوقت ناكل حاجه كويسه وحاجه طعمها حلو. جبنا صينيه زي طبعا ما شرحنا لحضراتكم قبل الفاصل، اديناها سمنه وفرشنا فيها الكنافه، دخلناها الفرن اتخبطت طلعت من الفرن، خدت طبعا العسل التقيل اللي هو عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ميه، غلوا على النار، خدوا نص ليمونه او ملح ليمونه، اديناها العسل بتاعها، طلعت معانا بالشكل دوت، قلبناها. طيب ايه اللي على الوش دوت يا شيف؟ ده صوص شوكولاته. يبقى احنا هنعمل كنافه شوكولاته وكنافه فاكهه. كنافه الفاكهه الاقضيه بتاعتها سواء كريم جانتيه عند حضرتك او سواء كريمه، اي حاجه حضرتك حابه تاكليها وترص عليها الفاكهه. نبدا ان احنا نجيب الفاكهه، فاكهه فريش ينفع، فاكهه مجففه مفيش اي مشكله. نجيب البلانشه. طبعا احنا كنا قبل الهوا مقطعين فاكهه، نقطع بس تفاح بحيث تبقى الكنافه بتاعتنا فيها كل الفاكهه اللي فيها عناصر غذائيه ممكن تفيدنا وفي نفس الوقت يبقى طعمها حلو. انا بفضل التفاح يبقى فيه لونين، تفاحه حمراء، تفاحه بيضاء، تفاحه صفراء عفوا. ونبدا ان احنا نرص الفاكهه بتاعتنا بالشكل ده كده. طبعا زي ما حضرتك عايزه ترص الفاكهه زي ما انت عايزه. ده خوخ، خوخ وكيوي مفيش مشكله، خوخ انا نفسي يمشي اللي عندك في البيت، المهم ان انت بتعملي حاجه مفيده وفي نفس الوقت ضامنه نظافتها، ومن ايدك طبعا هتبقى احسن من احسن شيف في الدنيا. طب ممكن يا شيف نلغي الخوخ دوت ونخلوه مانجا؟ مفيش اي مشكله، يمشي معانا بالمانجا. ممكن فراوله، اي حاجه عند حضرتك في البيت تجيبها تقطعيها وتشتغلي بيها تطلع معاكي 10 على 10. نبدا ان احنا نرص الفاكهه بالشكل دوت كده، واكيد طبعا معاكي طبعا ست الكل هتطلع احسن مني بكتير.
نبدا نجيب التفاح، نبدا ان احنا نقطعه. الشكل دوت كده، نشيل بس القشكة بتاعته. نبدا برضو ان احنا نقصه بالشكل دوت. برضو احنا حابين تبقى كل حاجه قدام حضراتكم، بحيث تبقوا شايفين كل حاجه ونقدر ان احنا نوصل لكم المعلومه وتعملوا الحاجه باذن الله احسن ما بتشوفوها كمان. ده بالنسبه للكنافه الفواكه. عندنا كمبوت، نبدا ناخده صف خوخ، صف تفاح، صف كمبوت. طيب الباقي من جوه هنشوف دلوقتي حالا هنعمله ايه. بصها بالشكل دوت كده. ممكن هنا نعمل برضه حاجه سهله عشان خاطر وقت البرنامج معانا. نقطع الخوخ بالمنظر دوت كده. نشيله كده يطلع معانا بالمنظر دوت. عندك كده حابة تشتغلي بيه الزوابي مفيش أي مشكلة، أهم حاجة يطلع معاك الطبق بالمنظر الجميل دوت، يفتح نفسك على الأكل. ده بالنسبة للكنافة الفاكهة. ما عندكيش فاكهة من ديت عايزة تشتغلي مانجا مفيش أي مشكلة، تطلع معاكي برضه 10 على 10. نبدأ نشتغل في الكنافة الفاكهة. عفوا في الكنافه الشوكولاته. جبنا الكنافه اديناها من تحت في الصينيه ماده دهنيه، حطينا الكنافه بتاعتنا، دخلت النار على 180، طلعت خدت العسل التقيل. يبقى احنا قلنا جبنا الكنافه، كيلو الكنافه خد معانا ربع كيلو سكر بودر. جبنا صينيه او حله او طاسه، اي حاجه عندك في البيت موجوده تقدر ان انت تطلعي فيها اللي انت عايزاه. جبنا الصينيه اديناها ماده دهنيه سمنه، بعد ما خدت السمنه نزلنا فيها الكنافه، خدت معانا في الفرن دخلناها درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، طلعت قلبناها اديناها العسل التقيل. عسل التقيل برضه عشان خاطر نفكركم بيه تاني، كوبايتين سكر، كوباية مية، تحط على النار لحد ما يغلي. بعد ما يغلي ياخد معانا نص ليمونة، نبدأ إن احنا ندي للكنافة العسل بتاعها، نفقيها نديها كوباية عسل. طلعت معانا قلبناها اديناها من فوق جيلي شوكولاتة، ونبدأ إن احنا نشتغل فيها بشوكولاتة بيضاء او ايا كان الحاجه اللي عندك تشتغلي بيها، المهم انك تطلعي حاجه كويسه وشكلها حلو ومفيده في نفس الوقت. نبدا نعمل كورني. طيب فقدناها ازاي كده الشوكولاته؟ جبنا الشوكولاته ضهر معلقه، حطينا الشوكولاته بالمنظر دوت كده، وفقدناها بالمعلقه. احنا بنعيد تاني على اللي احنا عملناه، ان احنا دوت عملناه قبل الهواء برضه عشان حضراتكم تشوفوه. بعد ما فقدناها بالمعلقه بالشكل دوت كده على كل الكنافه، تبدا ان احنا تشكلوها. عندك شوكولاته بيضة، عندك مكسرات، ايه اللي عند حضرتك؟ مالكيش دعوه بالشيف، عايزينك انت تبقى اشطر من الشيف. نبدا نعمل كورنيه بالشكل دوت كده. ناخد شوكولاتة ما عندكيش ورق ومش عارفة تعملي مثلا الكورنيه دوت، الكيس كيس حلواني بيستخدم مرة واحدة بالشكل دوت كده. نبدأ ان احنا نقفلوه بالشكل دوت، نعملوه قلم نقدر ان احنا نرسم على الشوكولاتة، نرسم الشوكولاتة على الكنافة وبالسكينة أو بالمقص نقطع البوز بتاعها، ونبدأ نشتغل. نشتغل ازاي؟ ناخد كده الكنافة
نبدا ان احنا مثلا ممكن نشكلوها بالشكل دوت كده، حاجه سهله في نفس الوقت شكلها حلو، وتحلي معانا المنظر بتاع الكنافه. نلفوها كده واحده عكس واحده، واحده عكس واحده. في التات ياما بتعرف تعمل كل حاجه واحسن من الشيفات، بس بيبقى فاضلهم التكه بتاعه التزويق. نعمل ايه يا شيف؟ طب نزوق ازاي؟ طب حضرتك اهوت كل حاجه سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. نبدا ان احنا من نص من هنا المنظر دوت كده. طب احنا شغالين بجراحه عشان خاطر كل ست بنت تشوف المنظر بتاعنا الجمالي في الاخر بيعمل ازاي. ومن هنا كده نعمل بالشكل دوت كده، وهنا الشكل دوت. ونبدا باي حرف سكينه تدي معانا في الاخر الشكل دوت. طب خلاص كده؟ لا، احنا عندنا كريم جنتيه بتاع القطايف نقدر نعمل كده. ناخد وزبتات بسيطه خالص بالشكل دوت، وعجوز التات ديت ممكن نرص عليها بندق لوز اللي موجود عند حضرتك. ما عندكيش اي حاجه من دولت مفيش اي مشكله. الشكل دوت كده وفي النص ندوها برضو وزيت الكريمه. ممكن ندوها بندقيه. عندنا مكسرات مجروشه مفيش برضو مشكله لو رشيناها عليها، ان هي اصلا شوكولاته فنسبه الشوكولاته فيها لازم تبقى عاليه. شويه فرماسيل بالشكل دوت. فين يا شيف الكنافه اللي بالتمر؟ الكنافه اللي بالعجوه موجوده؟ الكنافه اللي بالعجوه او الكنافه اللي بالتمر؟ طلعت معانا بالنار، خدناها بالشكل دوت. عملناها ازاي؟ جبنا كيلو كنافه ادينا له ربع كيلو سكر بودره، تمام. جبنا صينيه دهنا الصينيه سمنه ونزلنا فيها نص المقدار انها تبقى ساده. الساده دايما نخلوها اعلى من اللي هتتحشى، ان دي بتبقى حاجه واحده تبقى حرف واحد، عايزينها تبقى عاليه شويه عشان نقدر ان احنا نشكلوها ونشتغل فيها بالشكل دوت. بعد ما حطيناها في الصينيه دخلناها النار على درجه حراره 180، طلعت ادينيناها من العسل التقيل، بدانا ان احنا نشكلوها اي فينش عندك في البيت. كلام جميل. الكنافه العجوه عملناها ازاي؟ اخذنا نص الكميه بتاعت الكنافه نزلنا ربعها في الصينيه. ازاي؟ طب نسهلوها شويه، يعني ربع كيلو كنافه في الارضيه ادينا له نص كيلو عجوه. نص كيلو العجوه دوت يعني بيبقى حته صغيره مش ياما، تمام. فقدناها قبل ما نفقدوها دعكناها بحته زبده وادينا شويه مكسرات. خد المكسرات بتاعتها فقدناها على الكنافه واديناها سمنه وغطيناها بطبق كنافه ثانيه ودخلناها الفرن على درجه حراره 180. طلعت من الفرن قلبناها بالشكل دوت كده واديناها العسل التقيل، طلعت معانا بالمنظر دوت. ده بالنسبه للكنافه. طبعا ست الكل عند حضرتك، ممكن تعملوا الكنافه بكل افكار جديده، ممكن تعملها بالشوكولاته. عند اي محل بيع خامات حلواني تطلع كنافه بالشوكولاته. في حاجه اسمها شوكولاته حجاري هي بتخش النار ما بتسيحش، دي موجوده، دي برضه فكره جديده. ممكن تعملوا الكنافه بالجبنه، في نوع جبنه معين برضه مش عايزين نقول اسمه بس هو معروف، طبعا كل ست بيت عارفاه. نقدر ان احنا نجيبه من عند اي محل بيع خامات حلوانيه ونشتغلوه في الكنافه، بس ده ما بياخدش عسل، تمام. يبقى احنا كده عملنا النهارده كنافه فاكهه، كنافه شوكولاته، كنافه بالتمر، وقطايف حلوه، وقطايف حادقه بالجبنه التركي. يا رب تبقى الحلقه عجبتكم واستفدنا باقل المعلومات اللي احنا قلناها. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلوا شهر جميل عليكم وعلى الناس كلها. السلام عليكم.